شباب حياكم الله وين ما تكونون. الدرج احنا قسمناه هذا بنفس القياس البايات. هسه شنو اليوم عندنا؟ الارتفاع للمرايا. الارتفاع للمرايات يعني المري مالنا مال اول بايت بدي. احنا حتى اشتغلنا بالصحن ان تقدر نقسم. عندي بعض الفيديوهات اللي يدخل اللي يشوفها الارتفاع اول بايت شلون نشتغلها. يعني تنزل فيته من الاعلى الاسفل وتقسم ايش كم بايه عندك يطلع بالضبط الارتفاع المرايا. مثلا احنا نبدي هسه كمرحله ثانيه بالنسبه للدرج. هذا الدرج قسمناه 31 كل فيديو السابق اشتغلنا من الاول قسمنا ايش قد الى الاخير موجوده. اللي يحب يشاهد الفيديو اللي قبله شو قسم المداس مال البايه. اليوم عندي شنو؟ الارتفاع المرايا. الارتفاع هذا الليزر. هذا الليزر رضاوي شباب بالنسبه لسه احنا طفينا الكهرباء عمودي بين عندكم واضح الليزر. هذا الليزر الاستقامه مال المرايا العمودي. هذا مال الافقي. الافقي هذا ويا مين ينتهي؟ هذا الافقي. تعال مره ليجر. هذا الافقي ينتهي ويا من؟ ينتهي ويا التصوير الارضيه. هاي التصوير الارضيه بقينا سنتيمين سنتين بورسلين وسنتين ماده. نتاكد من الارتفاع. عندنا كم بايه؟ 10 بايات. هاي ال 10 بايات ويا الصحن. تعال بهاوي هنا شو هنا البيت. العسل 180 سنتيم يعني متر متر و80 سنتيم. قد الارتفاع قسنا؟ الارتفاع هذا من فوق للصحن 180 سنتيم. هذا 180 تقسيم 10 يطلع 18 سنتيم الباية. يعني عندي هاي وحدة 3 4 5 6 7 8 9 10. اليوم موضوعي على المرايا. موضوعي على المرايا الارتفاع الباية. تمام؟ عم تكون واضح. طلع عندي الارتفاع قيس فيته من بدايه الصحن الى نهايه الليزر. الليزر راح اعطاني نهايه الباية. نهايه الباية الاخيره بالضبط 180 تقسيم 10 بايات 18 سنتيم. 18 سنتيم يعني المراية تنقص 15 سنتيم اضافه 3 الباية يصير 18 بالضبط. القياسات تشتغلها لو عندك سعر اليوم. يعني عندي بنايه، البنايه ثلاث طوابق، اشتغلنا الاول من اول بايه لاخر. ان شاء الله اكمل واصور لكم شنو الدرج من البدايه للنهايه. قياس واحد ودقه واحده وارتفاع واحد ونرجع شبابنا. بالنسبه لسهلة عمود كقياس يبين عندكم ويصير يقين عندكم هذا القياس قسناه قبل ما نشتغل اول بايه. بالنسبة للارتفاع 18 سنتيم عندنا قد ارتفاع 180 تقسيم 10 الارتفاع الباية 18 سنتيم شيل الباية يبقى بالضبط المراية 15 سنتيم. تعال وقت ايش كم وحدة؟ 2 3 4 4 في 18 42 سنتيم. تمام؟ 72 سنتيم عفوا 72 سنتيم. ها 72 تعالوا هاوي هذا هاي شوف هنا سنتيمين مال البورسلين ومال المادة. بس بها هاي 72 سنتيم. هاي 72 سنتيم بقى بالضبط. يعني بيجينا حساب حساب من اول باية لاخير باية حساب يجي مضبوط عندك. بس بحالة واحدة بحالة واحدة طبعا هاي يعني اسرار عمل نكشفها لكم. مو ما عندنا شيء بيها بس يكون واحد يكون دقيق بعمله لازم حسابك يكون مضبوط. بس يكون هاي عندك لان اذا هاي نزلت منا او نزلت 2 3 4 على ربع سنتيم العقوب عندك اكثر. او اذا صعدت لا يصعد القياس عندك كله يتغير القياس. اذا كان شغلك هذا قياسنا انقسمه اذا كان القياسات مضبوطه عفوا القبان اذا كان مضبوط فيتقسم القياس المضبوط. ان شاء الله هذا يرجع لكم يكمل الدرج. واللي يحب يشوف اي فيديوهات عندي بالبيج يستفاد منها. تحياتي.